du jour. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في الانيشاتيف دو جور. اليوم نحكيو على اون اكسيون ايفير او شو بقلبك دفي غيرك. هذه الاكسيون اللي يقوم بها لو ليو كلوب لي زيغل دو كارتاج، اون اكسيون اللي باش تكون لفائده اهالي منطقه الناظور بزاوين. باش نتعرفوا اكثر على لو كلوب هذايا وعلى الاكسيون هذه مع خليل عايدي لو شيف داكسيون. خليل اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا مدام، عسلامة اللي يسمع فيها الكل. شكرا لك خليل، مرحبا بك. خليل، اون بوتيت بريزونطاسيون لليو كلوب لي زيكل دو كارتاج. عسلامة الناس الكل، جو خليل عايدي، ان مومبغ في كلوب ليو لي زيكل دو كارتاج. انا شيف داكسيون تاع لاكسيون ايفير وشو اللي باش تكون ان شاء الله في الناظور، مع تمدينة الناظور في زغوان. دونك احنا اليو لي زيكل دو كارتاج، احنا اسوسياسيون موجودين في تونس. نعملوا دي اكسيون معناتها جور ايفير وشو، يعني نعاونوا العباد معناتها في نشوفوا بلايص معناتها مستحقين ونعاونوهم باللي نجموا. فهمت؟ جينيرالمون تخدموا دي اكسيون كاريتاتيف، شنو ما ابرز لي اكسيون اللي قمتوا بهم قبل؟ لي زاكسيون معناتها اللي ديما نعملوهم معناتها البازيك كيما نقولوا، فما ليفير وشو كل شتاء، فما بيان سور زاد رونتري سكولير نمشيو نهزو دي كارتابل ما بين معناتها بالفورنيتور سكولير كامله معناتها للصغار، فما قفة رمضان بيان سور هذيك ديما موجوده زاد، فما ريستوراسيون زاد الريستو نتاع رمضان انه نقدموا معناتها نعملوا دي بلا كاملين للي زاد دي اف. هذوما نورمالمون هذوما لي زاكسيون بازيك معناتها اللي كل عام موجودين، وابار لي زاكسيون الاخرين اللي نجموا نعملوهم. فهمت؟ واضح. دونك لاكسيون هذايا ايفير وشو عاده عندكم في ليو كلوب كل عام تقوموا بها، ولا انه مع نفس المنطقه تمشي، ولا كل مره تحاولوا انه تمسوا اكبر عدد ممكن من الناس اللي مستحقه جوستومون في الشتاء هذا؟ هي الاكسيون زي كما قلت لك من لي زاكسيون معناتها اللي موجودين ديما في ليو كلوب، معناتها ديما نخدموهم. البلايص كل مره بلاصه عملناو، مشينا لبلاصه اخرى عملناو. ديجا عملنا مرتين معناتها ايفيروشو، مره عملنا ايفيروشو للصغار ومره ايفيروشو للكبار، معناتها عائلات كبيره معناتها التاي نتاع الحوايج اللي اخترناه معناتها نتاع الكبار. فهمت؟ واضح. عملناو كانت في بلاصه اخرى، مش كانت في ولايه في قبلات مع بها عملنا غادي الاكسيون. كل مره نصيب معناتها بلاصه ونشوفوا معناتها نحكي مع المعتمد وهو يركح لنا معتمديه معناتها انه يكون العباد لي فامي، وحسب زاد النمبر نتاع لي فامي اللي نفيزيوها. معناتها احنا المره هذايا نفيز 120 فامي معناتها في ولايتنا في معتمديه الناظور في زغلان. واضح. دونك بالنسبه للاكسيون تاع سنه 120 عائله في ناظور في زغوان، شنو مستحقين؟ هل قربتوا من الهدف هذايا اللي حطيتوه؟ وكيفاش الناس ممكن تعاونكم؟ والله هو ان شاء الله نكونوا قربنا من الهدف اللي عملناه، مي مازلنا نستحقوا بطبيعه الحوايج. هو الحاجات اللي نستحقوهم سكي معناتها حوايج معناتها الكبوت معناتها كما نقولوا، البدريات صبابط نتاع الشتاء معناتها حاجات الدفي معناتها الحاجات اللي يلبسهم العبد العادي معناتها باش يدفى بهم في الشتاء. فهمت؟ واضح. ونجموا زاد اصلا حتى زاد نجموا اللي باش ينجم يعاوننا زاد يوفر لنا الكرازن اللي باش يتهزوا فيهم الحوايج معناتها، خاطر احنا نحبوا كالكرازن يكونوا كبار معناتها باش يرفعوا الحوايج اللي باش يكونوا فيهم. فهمت؟ واضح. كيفاش قاعدين تعملوا في الكوليكت هذايا للناس اللي تحب تعاون؟ وقتاش جوستومون باش توصلوا هالمساعدات المستحقيه؟ والله الاكسيون باش تكون ان شاء الله 28 ديسمبر معناتها باش تكون جودي هذا لي معناتها غدوه لي جودي من بعد معناتها عندنا وقت انه باش نلموا الحوايج اكثر ونعملوا الكراز اللي نستحقوهم. العباد اللي تنجم تعاوننا عندنا دو نيميرو معناتها دونيميرو ينجموا يكلمونا عليهم. كان تحب نعطيو النوامر التليفون خليل؟ اي بيان سور، اي لحظه بركه نعطيك النمر التليفون. باهي النمر الاولاني. النمر الاولاني 50 99 88 05. اي والرقم الثاني 88 05. باهي
Donc 50, 99, 88, 05 بي 05. خلي الرقم الثاني كان تسمح. الرقم الثاني 58 204 216. واضح خليل. 58 204 216. واضح. دونك الناس اللي تحب تعاون تتواصل معاكم على الرقم هذايا وتقدم المساعدات. برافو ان توكا على المبادره هذه اللي متواصله حتى 28 ديسمبر. شكرا لك خليل عيادي. شكرا لك شيف داكسيون اوليو كلوب لي زيكل دو كارتاج. حكينا على المبادره قلبك دفي غيرك اون اكسيون ايفير وشول فائده 28 عائله في الناظور في زغوان. كانت هذه لينيسياتيف دو جور.